وصلنا لمكاننا اليوم اللي راح نستمتع به ان شاء الله بعون الله. ليني يلا تعالوا معنا. جايبنا فلوج جديد وعد قاعد يدورنا باركي تورا. دخلنا لي ميشيغان ادفنتشر في ميشيغان. خليني اعطيكم معلومات بسيطه حبايبي قبل ان ندخل وتشوفون. تيكت ليومين $65، ليوم واحد $45. سو احنا اخذناها ليومين. البارك كنا ب 65، لا كل شخص 65. شنو؟ كل شخص 65. نرجع حجزت لا لا طريقة النص للساعات. لا على كل هذا حسوا. انت قلتي لي كنا ب 65 مو عشان تنجي. اذا قلت لك كل واحد 65 راح تجيبنا. لا, 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 لا. لا المهم خلاص شو يقولون الفاس طاح بالراس. وصلنا بعد هاي قبالنا ميشيغان. هاي هي ميشيغان. يرجعونا. اوكي حبايبي الباركينج $10 لكل يوم. كله حجزناه اونلاين قبل دقيقتين لا اوصل. يلا حجزت كنت كثير مشغوله سويت لكم ايديت لفيديو على اليوتيوب روحوا شوفوه قبل هذا. اوكي وحجزنا فندق فهسه راح اول شيء اجينا من الصبح على ميشيغان ادفنتشر راح نلعب ونخلص وبعدين راح نروح للفندق. بعد الفندق ثاني يوم راح نجي للووتر بارك. سو هذا الفيديو يا انه يكون فيديو كامل او راح يكون 3 فيديوهات لان راح نكون 3 ايام في هذه. حبايبي الشمس بعين. المهم فتح الشعري لان راح نقعد من الصبح. رتبت غراضنا امس بالليل خليت الجناط فاكيد ما راح يكون لي وقت الصبح اني اسوي شعري فسويت جرينات وهسه فتحتهم. ورايحين هسه اولاد متحمسين؟ وين الحماس وروني متحمسين؟ اوكي فهذه هي البوابة ميشيغان ادفنتشر وهنا الحمام. فاول شيء من الاولاد اذا يبغوا يستخدمونها قبل لا ندخل داخل. يعني احنا دخلنا طبعا التيكتات بهذا الشكل. احلى شيء يقولون راح ناخذ صور انهاي مال يومين فوعد سوالهم. شلون سويت لهم الفيس؟ خلصتي. حبايبي اذا تطلبون مع التيكتات يجي تيكت ان تشربون كل ربع ساعة يكون الجلاس ب $16.99 ووجبات تقريبا الوجبه $30. سو احنا قلنا خلينا نجرب اخذنا وجبه واحده بس لان الوجبه تقدرون تطلبونها كل 90 دقيقه. سو نطلب وجبه ناكل وبعدين يعني كل ساعه شوي شوي ما راح نقدر ناكل ثقيل لان العاب فما نقدر ناكل ثقيل فهيك فكرنا قلنا خلينا نجرب. والشراب بس اشترينا واحد اوكي لكل 15 دقيقه تعبون. من هنا اخذنا هذا البطل يزن نوريهم اياه نعبيه كل 15 دقيقه فور فري بس احنا اشتريناه يعني. وهنا الرست 15 دقيقه 15 منت. وهنا وعد ورينا رسباند. هذه حبايبي عطونا اياها الورقه هي المطاعم اللي نقدر نطلب من عندها. سو بلشنا طناقير ارسلان. المهم هاي اول لعبه قدرت اقنعه انه نصعد هذه انا وياه فشوفوا شلون اللاين. واحنا على فكره انا اخترت نجي يوم الاثنين علشان ما يكون ويك اند لان نعرف الويك اند يكون كلش زحمه. سو هسه ماكو زحمه بس هم اكو فترة انتظار طويلة. بعد الانتظار هسه خلصوا اجى دورنا. يعني قدامنا 2 احنا 3 يعني هسه راح ندخل. وصلنا يلا ارسلاني تشوز وان. يلا ارسلاني يريد الزرقاء. وهنا صعدنا حبايبنا انا وارسلان. ارسلان سي هاي فور ذا كاميرا. هاي شريت شعري بهاي الطريقة لان الدنيا حارة. سويته هيك شوي حر حر موت. زوزو نا ما تعرفون انا اكره ما اكره الالعاب اللي تدور. بعد ما بلشنا ودخلت بس على مود اقعد مع ارسلان بس ما احب الالعاب اللي تدور. بروحي انا ادور ادوخ. لا ما قال لك انا قاعد كان ينزعه وينزع الجواريب يدبهين كان قاعد. وبلشنا نطير بعدنا تصاعدنا فوق. واو قوية والله قوية. I scared you من خوف. Oh my god لحد هسه انا داخلة اول لعبة انسطرت دخت. لا ما راح اركب بعد الالعاب بهيجي الدور ما اريد. عندنا واحد
وهنا يا ريزن حياتي مستحيل اروح لعبه تدور لحد هسه انا دايخه نو واي خليت وياهم انا اي لان هلو هلو شوفوا يا ريتني ما لابسه هاي السواره راحت من عندها هذا البرغي حرامات يعني جد قهر جد قهر اوريكم انا قاعده بالارض وهنا عندنا ايلاني شوفوا ايلاني نزح الحذاء مالته هذا الحذاء صار تحت ضايج هلا ضايج ما يريد يطلب اي والله دخلت كلش كلش دخلت ليش تصورني وليش تصورني وحده بوحده خطيه ارسلاني خليته شوي يتمشى وانا اتمشى ورا خلينا نستكشف شوي انا وياه على ما يخلصون ايان ويزن هاي اللعبه شوفوا شنو قدامنا شقد حلو هنا ميني جولف صغير شقد حلو اوكي هنا ارسلان خليني اوريكم ايلان وين ايلان هذا ايلان بعده واقف ايلان يلا كم شوفوا شنو لقينا هاي اللعبه نصعدها احنا ويا ايلاني الوني Yes. Okay, perfect. You'll have to stand in between them or the middle. Okay. Thank you. Sure, thank you. So, let's go find a place. Here we go. Marakba! You like it, Ilan? You like it? He said no. شوفوا عندنا إيلاني خايف. عندنا أرسلاني شطور. أرسلان هي. هاي أيان ويزن آخر شيء موجودين. سوف نشوفهم من ينزلون. اجوا 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 خل شوفوا How was it? I got a headache. I didn't even shout once. Yeah. But I got a headache. My head hitting the edge. Really? We even didn't shout. Okay. After the you see the seat? Yeah. I get here both sides of your head. It how long did that You like it? Yeah, but we took 1 hour for I know. 1 hour for the ride. Okay, I know Ilan. We came to this place. It's the same place. It's a Michigan Adventure. It's for the small children, like the playground area. We went with the kids to buy us food. We're still waiting with Ilan. We're going to convince him to let us ride this game. The problem is that all the games for the kids are about spinning. And I'm going to spin from the spin. Look what we have. ما شاء الله يا الله شوف النحلة شقد حلوة هذه اللعبة الثانية هم شافها إيلان حباها سو اجينا هنا وجايبين بيتزا هاي أنا هذا يزن ووعد ويا أرسلان وأيان أرسلان يلا جو باي أرسلان باي نوتي يو ار نوتي اور نايس بوي You are not your nice boy. Talk to me. You are not your nice. Yeah. No? Hi, Ayan. Hi. Ooh. So, حبايبي بعد ما أكلنا وخلصنا عندنا إيلاني غيرناها الحفاضة قبل شوية وهسه هاي ماما هسه بقيت أنا وأرسلان وخليت وعد وأيان ويزن يشردون يروحون قلت لهم أنتوا روحوا لعبوا بالألعاب الكبيرة have fun. وانا هنا مع ارسلان وايلان راح ابقى وان شاء الله هم راح يصورون راح تشوفون بهذا الفيديو لقطات من تصويري ومن تصوير وعد. Hello بابا. You have fun? Yeah. Yeah. نسوي نفس حركتي انا حركات حركات يا. Yeah, nice. ارسلان هاي say hi. Hello. يزن You ready? Let's go. رايحين هاي هاي الصفرة اللي ورانا راح نروح بيها. تعال. اجينا هاي على اللعبة الثانية الثالثة الرابعة المهم الحلو انه اكو اماكن حلوة هيك صغيرة حق الاطفال الصغار بعمر ارسلان وايلان فانا قعدت معاهم لان صراحة قاعدة اتعب من الالعاب بس خاطري اروح لعبة هيك قوية سكيري هيك مخيفة بس خليهم هم يتونسون ايان ويزن ويردون ابوهم هم على اساس انهم يعني شباب وانا بنية عود يعني انتي يعني جيرل
عرفتوا شلون؟ يعني حركات الشباب يردون ابوهم، فروحوا مع ابوكم وانا قاعده وياه. نان هذا الحلو ما دام ساكت الحمد لله. خاف اوري الكاميرا انه بيظل يبكي علينا، وقدامنا ارسلاني يلعب ولله الحمد. جينا على الرايت فور بايت بروك داون، هاي معقوله؟ تفضل دوليكا ليتس جو. علقوا فوق ذو، هذا بالعرب انا قاعد بقى على عيني خربت. يلا ما يخالف بعد وشوف. تفضل يعني تفضل. اي اون يلا وي جو انذر جيم. اوكي اتس اوكي. رجعت مره ثانيه انا وايلان وارسلان البلاي جراوند اريا. طبعا اجينا على هاي. ها لا هاي ثانية، هاي كبيرة، هاي يعني يا اوكي هنشوف. Here we go. الحمد لله شوية ساكت علينا إيلان. أقول خطية ألعب أنا وياه، بس من يرجع ما يرجع يظل يبكي. خليه يجي ما دام ساكت، خلينا نونس أرسلان. عرفنا شنو المشكلة. أكو واحد قمز السياج جم ذا فانس على مود هاي وقفوها. أوكي يا هسه إجوا. كنا بهذه اللعبة، بس خليني أوريكم هنا هذه المنطقة كلها حق هذه الألعاب للأصغار. الساعة تقريبا صارت 44 دقيقة، الجو بلش يروح يصير حلو، الشمس نزلت. شفنا هذا الممشى كلش حلو مال واحد يصور هنا. خلينا نشوف. بالله أرسلان can you take photo for me really okay يلا come. خلينا نشوف تصوير بالله أرسلان شلون راح يصورني. طبعا خلصنا اللعبة، مرعبة تخوف يعني عالية. وهاي تقول السكة القديمة مالت القطار اللي صاعد بيها، يعني كراسيها مو مريحة. وشنو تسوي بالواحد يعني كلش مزعجة تخوف. اي والله يعني السريعة مو طبيعي ابدا، يعني سوت بينا الحمد لله عدت على خير. بس صدق حلوة هي، بس الرايت كان شلون يقولون رف رايت، يعني ماكو قاعد بعربانة وتمشي بيك سرعة. زين وخايف على التليفون لا يطيح، ما أقدر يا تقلي تخلي ولي هسه خلينا أنجب عمري أنا. ولا أنا يزاني صيح أيا كاظة قاعد يمي هنا أنا راسة طيب. Shaking from all that. When we are going down, I'm like, why is it shaking? I thought the thing is gonna like come off and like we're gonna fall. لا لا لا. هاي واحدة ثانية، هاي الرحنال، هاي الرحنال. يعني مريبة. حبايبي الألعاب المائية كونكتد مع الحديقة مال ميشيغان أدفنتشر. فإذا أنتوا حابين بنفس اليوم يوم واحد تلعبون هنا وبعدين تسبحون. فهم يجي حلو تلبسون ملابس السباحة مرة واحدة يعني تكونون وتدخلون فيها، لأن كثير ناس قاعدة أشوفهم بهذا الشكل، يعني يكونون لابسين ملابس السباحة ويتنقلون بين الاثنين. عندنا إيلان ينام وأرسلان ما خلى لعبة ما يجربها. ما صورت لكم كل اللعب، بس اللي عجبني بأرسلان إنه ما شاء الله ما يخاف، يعني يروح يحب يجرب اللعب بروحه. خل نشوف هاي اللعبة شلون. You like it? Ready? شوفوا وين اجينا حق هذه اللعبة اللي راح تطير فينا. انا هنا مع الابطال ارسلان وايلان وحب اليوم بس العاب اطفال. شوفوا اكو شنو هنا، مزرعة حيوانات. يلا اوكي هسه نروح، بس خلينا نشوف هي. Look. واو. طبعا الريحة قوية مالتهم. اوه اكو جندول الماي. لازم اجرب انا شيء، لحد الان كل شيء ماكو. حتى هنا اكو مايننج للاطفال بس مسكرينه،
اكو هنا مكان تاخذون صور انتيك، صور تلبسون هيك ملابس مال قدامه. واخيرا اجتمعنا على مود ناكل، جابوا البطاطا بس بعد ما اجى باقي الاكل اولاد دخلوا داخل مره ثانيه. اجينا ناخذ ايس كريم. يلا ورا طعمني طعمني وكلني. انا بس اكل من عندهم. ارسلان اجرب اجرب اتراي يورز يورز يامي اول ذا كولورفول واو رينبو رينبو. الساعه 7 حبايبي تسكر ميشيغان ادفنتشر والواتر بارك باكر ان شاء الله راح نجي له الساعه 5 تسكر، اثنينهم يفتحون الساعه 11 الصبح. احنا اخر ناس، الناس كلها طلعت، احنا وهذه الناس اللي قبالنا. سو طالعين هاي البوابه اخر ناس، احنا قبل الاخيرين على مود الايس كريم. نرجع وين نرجع؟ يلا باي. يلا ارسلاني اخر واحد ارسلاني. شوف الطيور هذه النورس زادت. السيارات راحت وهجموا النوارس هنا. انا اسالك سؤال، ايش قد استمتعت اليوم؟ قل لي قل لي يس، بس يس بالحماسيه. ايش قد يس هيجي؟ اوكي هيجي بس. اقوى لعبه هاي اللعبه تقولين عربانه متكسره وصاعده بيها ايه؟ تمشي بسرعه. يا حظكم جربتوها. يا حظ ركبتي جت تنكسر فيلم رعب يعني. صدق فيلم رعب. هسه حبايبنا رايحين للفندق، الفندق اللي حبيته انه شوي قريب على ميشيغان ادفنتشر. المكان مالته عجبني، الفيو مالته كلش حلو، يبعد تقريبا 12 دقيقة من هنا، فخلينا نروح ونستكشفه مع بعض. هذا الطريق قاعد نروح، ايش قد حلو. على فكرة اكو بعد بيوت تقدرون تأجرونها، بس ما شفنا بيت مناسب بالوقت اللي احنا نريده. فبيوت كلش حلوة من موقع ايرب ان بي، بس هذا الفندق احنا حجزناه من booking.com. الحلو انه اقدر اسوي له booking cancel، يعني اني الغي حتى بنفس اليوم اللي احنا نريد يعني نروح اللي هو كان 15، بنفس اليوم لستة المغرب مجانا cancel. بما ان احنا عائلة وكل واحد كل ساعة يطلع لنا شغل وكل واحد يقول ايه ولا لا، فاخترته هذا احسن لي. طبعا هاي المنطقة اسمها مسكيغون، ويمها جراند هافن، ويمها هولاند، ويمها بعد كذا مناطق حلوة ليك شور. احنا المكان رايحين بيه اسمه وايت شور اي ثينك، اللي بيه الفندق. فكلها هاي هنا موجودة على البحيرات الكبيرة واماكن كثير حلوة فيها، بس احنا كانت سفرتنا هذه مخصصة اذا نزور ميشيغان ادفنتشر من الصبح لليل، الاولاد يلعبون فيها، ثاني يوم هم ووتر بارك. بس اكيد اكو كثير اماكن حلوه، من مزارع، من بارك كثير حلو هنا عندهم وعلى البحر. يا وايت هول المنطقه هاي وايت هول اللي فيها الفندق. وصلنا للفندق مالتنا. شوفوا صدق هاي هنا، هسه راح نروح نتمشى هناك. هذا المكان يخبل، شوفوا شلون حلو. اسمها وايت هول هذا المنطقة، هذه المنطقة. So, هذا هو الفندق. وصلنا. قلنا قبل نروح للفندق خلينا نفطر شوية بالمكان ونشوف قبل لا نظلم الدنيا. بس شغلة أحب أقول لكم. شنو؟ إذا جايين من دول الخليج ومتعلمين على الفنادق ضخمة، اوكي يو غانا جيت شاك. هنا احسن فندق يمكن 1 ستار 2 ستار 3 ستار نادر ان تشوف ال 5 ستار. وال 3 ستار ها بالنسبه للامارات 5 ستار. لا يعني شوفوا من الامارات ابو ال 2 ستار، هنا ابو 4. لا هنا مو ابو الفور. اي ابو الفور ستار يعني واو. إيه هو هناك 2 ستار بالامارات، هنا يعني بالنسبه لهم 4 هنا. اوكي يعني الفنادق هنا يا بس ممكن تحجزون اكو فنادق بيوت تقدرون تحجزون تكون كلش حلوه من ايرب ان بي. هاي اسمها الوايت ليك، هنا المارين كلها
وهنا كمان بار. اوكي وهنا باك يارد. باك يارد باك جراوند للاولاد هناك يلعبون. باك جراوند. What are you talking about? What are you talking What's about? Your language? You just take your American strategy. But still you don't know how to speak English. هنا شوفوا شلون كأنها داون تاون المنطقة. بيها هنا المحلات على اليمين وعلى اليسار. وهسه رايحين نشوف لنا هيجي ستور نشتري الأولاد شغلات. هنا جاس ستيشن. خلينا نشوف إذا أكو يم هالشي. هذا هو الفندق اسمه Withern Inn. راح ندخل طبعا اللي حجزنا احنا اخر غرفة. فالمفروض احنا نحجز نكون فيها توين بيد بس ما كان فيه. يعني الحجز اللي لقيته بهذا الفندق بس بالايام اللي احنا نريدها. وكانت اخر غرفة فقلت خليني احجزها احسن من لا شيء. وبعدين اذا اريد نكنسل ما دام هو فري. هنا هاي شوفوا مثل ما تشوفون الغرف. شنو رقمها؟ 214. اوكي قريبة من الصاعدة. سو هاي هي غرفتنا 214. يلا بسم الله الرحمن الرحيم قولوا. اوكي pretty small. This is a motel. جبت لكم جنط ماكو بخشيش. ليش تعبالك فنادق دبي؟ بس الحمد لله ان شوية الغرفة كبيرة. توقعت راح تكون اصغر شوية كبيرة. يسبحون تفضل يعني هنا راح ينامون ترسوها هنا ويسبحون. ما لا بابا هاي الغرفة الثانية كونكتد غرفة. خلينا نشوف هناك. تعال حط زين هنا هاي برا وهذا اكو شاور داخل بعد. وهنا اوكي حلوه الغرفه نظيفه واسعه. المفروض احنا مثل ما قلت لكم قبل شوي اذا تكون توين يعني مثل هذا سرير اثنين بس ما في. بلشنا شوف بلشنا. اي انا اخر غرفه انا خليتها. بلشنا لعب. سو اجينا هنا للريسبشن تحت كلش بسيط. هذا الريسبشن هنا هنا حاطين سمج. اوكي ما اعرف اذا الريوق يعني شكل الريوق هنا. اعتقد ايها. اوكي جيست لوندري. هنا الحمامات. اوكي هنا هم غرف. هنا اللوندري. اوكي خليني نشوف بعد شنو اكو. هذا فتحنا خلوكم ماسكين اخاف بعد ما يتسكر علينا. اوكي سو هنا برا ايش قد حلوه القعده. خليني باكر هم الصبح اصور لكم اياها روعه. هنا اوكي خلينا نروح هنا. تعالوا اكو هنا مسبح فيه بس هسه نشوفه وينه. يا هنا على الشارع وهنا البحيرة. هنا اكيد بكل فندق اكو برا هاي الشغلات. هنا حاطين لكم شو الاماكن الاكتيفيتيز اللي تكون موجودة قريبة يمنا وانا راح اخذهم. اوكي هاي ميشيغان ادفنتشر وي دونت نيد ات اوريدي وي هاف ات. اوكي هنا وهذه اللي فوق بس عشان اقراهم بالغرفة ونشوف الخريطة. سو التلفزيون خليناه بهذا الشكل. هذا القنفة صارت عندنا سرير لهم وهذا عندنا سرير ان شاء الله يكفينا. وصلنا حبايبنا لنهاية يومنا الاول من مغامرتنا في منطقة مسكوغن اعتقد. تعال اختبوا اياهم شنو. اوكي سو حبايبنا ان شاء الله راح تكون اكو فلوج ثاني لليوم الثاني وفلوج ثالث. فتابعوا هاي القناة وشوفوا الفيديوهات ان شاء الله اللي راح تنزل قريبا. اشتراك بقناتنا وشير هذا الفيديو ويا احبابكم واصحابكم. طبعا ناصبتي اذا ما تحكي ارميك. شوفوا المسدس. اوكي حبايبنا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. راينا بهذا الفندق حسيت ان سعره يعني اغلى من المكان اللي هو فيه. طلع ما بيه مسبح. كنت انا عبالي حازة على الثاني اللي بيه المسبح. ما بيه مسبح بس انا حجزت هذا عشان المنظر مات اللي هو جاي على المارين. باكر الصبح نصور لكم اياه على الفطور.
فشوفوا الفيديو الثاني ان شاء الله. يلا باي باي. قبل ما ننام عندهم نتفليكس فحطينا هذا الموفي جديد تو نازل 2022 فقاعدين نشوفه قبل لا ننام. داونات كل واحد ماسك تليفونه أرسلان يطلع شنو بالكلوزت وقاعد يلعب فيه. راح يضرب راح يضرب لنا اوتي هدومنا.